مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير اكواب الحلا التركية. عنا كوبين ونص حليب، هذا الكوب اللي عيرت فيه الحليب، ملعتين طعام مليانين طحين، ملعتين طعام ونص سكر، جوز الهند، ملعقة صغيرة زبدة، وبدي استعمل كمان ملعقة صغيرة فانيلا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط الحليب فوق بعض، الطحين، سكر، فانيلا، وبحركهم مع بعض على الغاز ليشتد المزيج. بس اشتد المزيج بهذا الشكل، هلأ بحط الزبدة وبحركن مع بعض منيح لتذوب الزبدة. انتهينا من التحريك، اشتد معنا الخليط. هلأ منحطهم بأكواب بهيدا الشكل، بعبي نص الكوب. هولي بعد ما حطيتهم بالكبايات، هلأ بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي ساعتين. هيدي الحلو بعد ما حطيتها بالبراد وجمدت منيح، هلأ منشيلها من الكوب بهيدا الشكل. بستعمل ملعقة هلأ بحطها فوق جوز الهند، نفس الشي منشيل هيدي بهيدا الشكل بالملعقة، شيل عرواق. نغطن بجوز الهند، حلو كتير طري عرواق، نعملهم بهذا الشكل ومنحطهم بصحن. بعد ما غطيتهم بجوز الهند فينا الزينة حسب الرغبة، أكيد فيني رش هيك فستق حلبي خفيف بهذا الشكل على الوجه، فيني إذا حبيت كمان حط كرز مجفف بهيدا الشكل. هيدي حلا الأكواب التركية اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.